المصائب، لكن المهم أن تكون نفسه معلمة. الأساتذة الأفاضل على هذا التنظيم وهذا النشاط وهذا يبتعد بهذه الظاهرة فيكتفي بدور نفسه، وكنا لا نريد أن بتاريخ 2 يناير 2023 لمناقشة آلية التحضير لهذه الحملة، وقد تم التنسيق والإعداد ابتداء بتوزيع الاستبيانات داخل المدارس لطلاب منحة التعليم الثانوي لتحديد المشاكل ومعرفة نسبة المدخنين وتقديم المقترحات لنجاح الحملة داخل مؤسساتنا التعليمية. باسمي واسم المجلس البلدي سوق الجمعة أرحب بكم في هذه الحوارية التي هي من ضمن مبادرة مدارس بلا تدخين، والتي انطلقت منذ شهر فبراير الماضي. الظاهرة السلبية التدخين الذي يؤذي بحياة الملايين من البشر إلى تقليل من التمرد وإلى تقليل هذه الحملة طبعا استهدفت طلاب مدارس المراقبة. احنا كمكتب نشاط مدرسي تعاوننا مع السادة إدارة التخطيط بالمراقبة من اجل انشاء هذه الدورة. طبعا كان نصيبنا في عمل رسومات او لاختيار افضل شعار لهذه الحملة، عملنا على مدارسنا على اساس ان هناك حملة عنوانها لا للتدخين حياتك تهمنا على كل مدارس المراقبة. زي ما تلاحظوا خلفي بعض الرسومات اللي حقيقة من ابداعات طلابنا وابداعات تلاميذنا داخل هذه المؤسسات التعليمية. وهي الجهة الحكومة التي يخدم فيها هؤلاء أكثر الظاهرة السلبية. نبدأ أولا في المحور. وأضاء بعض الإضاءات ولعلي فلان عنده التهاب، فلان ياكل في كذا، فلان كذا، تمام. كثير من الناس يتكلم في جزئية التدخين ونسب المطيبات ويحرم عليه الخبائث، أي الله عنده العلماء في دائرة الخبائث لما فيه من أضرار في رمضان آخر سحوره للدخان. هذه الحملة طبعا استمرت لمدة شهرين، استهدفت عدة محاضرات توعوية وصحية ودينية، ألقاها نخبة من السادة المسؤولين والسادة اللي لهم باع في المحاضرات التوعوية لمثل هذه المواضيع اللي هي موضوع التدخين في المدارس. الحمد لله توجت كل الأعمال بالتوفيق والنجاح. اليوم طبعا تجرى ندوة حوارية يشارك فيها دكاترة مختصين في هذا المجال بحضور كل مدراء المدارس وبحضور مديرات المدارس وايضا بعض الاخوه المهتمين بهذا المجال. اليوم طاقات وثمرات، وانا اريد ان اشيد بهذا الشعر الذي كان يعني حاولت بها جانب موضوع التدخين موضوع قديم حديث، ما هوش موضوع مستحدث، لكن الحديث فيه ان انتشرت الظاهره حتى بين البنات. اليوم هذه الحواريه هو يخدم مالك.